43 و44 في القانونين، كل القانونين تتعلق بسلطة الضبط. فيه فقرة ولا زوج سطور يتكلموا يقولون أعضاء سلطة الضبط بعد ما تنتهي المهمة تاعهم عليهم التحفظ عن إدلاء بتصريحات لمدة سنتين، وهذا مقبول فيما يتعلق بشؤون مجرى سلطة الضبط في العهدة اللي كان هو ضمنها، يعني مش في قضايا أخرى، في قضايا سلطة الضبط. ولكن نفس المادة دير زوج سطور وتقول عضو سلطة الضبط هذا عندما تنتهي المدة تاعو ما لازمش يشتغل في قطاع السمع البصري لمدة سنتين. إذا نفترض أنه ونفس القانون أو حتى القانون العضوي ولا القانون السمع البصري يقول لك باللي لازم رئيس الجمهورية لأنه هو اللي يعين الأعضاء لازم يختارهم بين المختصين. كي نقولوا المختصين يقدر يكون واحد صحفي قديم في التلفزيون، كي تنتهي العهدة تاعو وتقول له أنت آمين ما تخدمش، وشكون يخدم له على ولاده؟ إذا يا إما سلطة الضبط تقعد تخلص فيها أمين وهذا غير معقول، يا إما تنحي زوج سطور وراح يخدم على ولاده تسلو ما يصرحش فيما تعلق بالمداولات سلطة الضبط. أوكي، أما تقول له ما تخدمش وسلطة الضبط ما تخلصكش، شكون يولي عضو غدوة؟ شكون اللي يجي يقبل العضوية؟